مرحبا بكم أحبائنا مشاهدي قناة الآرامية والذين يتابعون عبر الساتلايت والإنترنت. أهلا وسهلا بكم. اليوم معكم خادم الرب أخوكم كريم، وضيفنا لهذا اليوم كالمعتاد الأخ المبارك الأخ كريم الإيراني. وموضوع اليوم أو عنوان موضوع هذا اليوم: يعطيك من طرف اللسان حلاوة. ممكن واحد يفكر ما هذا العنوان، لكن اليوم راح نتحدث ونتحدث عن هذا الموضوع لأشخاص، وراح نناقش أفكار أشخاص حاولوا أنه يلمعون صورة الإسلام اللي التاريخ الأسود الذي بدأ فيه الإسلام، ولحد هذه الساعة نحن مذبوحين من بهذا السيف الذي وضع على رقابنا من 1400 سنة ولحد هذه الساعة. وبعد نصف الساعة الأولى سوف يكون معنا ضيفا عزيزا علينا، الكاتب والإعلامي الأستاذ نضال نعيسى، بعد نص ساعة من بداية البرنامج راح نتحدث بمواضيع ونطرح أسئلة على الأستاذ نضال، وبعدها نفتح الخطوط للحوارات حول هذا الموضوع اليوم اللي نتحدث به. أحبائنا أعزائنا مشاهدي قناة الآرامية وبرنامج تساؤلات، أشخاص حاولوا أن يغشوا أو يلمعوا صورة الإسلام. هؤلاء الأشخاص نقلت فيديوهات خاصة عنهم، وكثير من الأحباء انطلت عليهم هذه الألاعيب وهذه المراوغة أنه هؤلاء الناس هم مؤيدين أو مؤمنين بالمسيح ويدافعون عن المسيح، لكن الحقيقة ليست كذلك. ومن هؤلاء آيات جمال الدين وعدنان إبراهيم وإبراهيم عيسى والمفتي حسونة وإسلام البحيري. هؤلاء هم مسلمين يحاولون ينطونا صورة مغايرة على حقيقة الإسلام اللي احنا نشوفها كما هي من 1400 سنة، واليوم داعش وما سحب عليه داعش وماعش وما جرى وهلم جرى من هذه التيارات أو الحركات الإرهابية تعتبر بين قوسين جهادية، هم نفسهم الذين كأنه هؤلاء الناس احنا التاريخ شهد لهم قبل 1400 سنة ولحد هذه الساعة هم نفس الأشخاص اللي يطبقون حرفية القرآن والنصوص القرآنية يعني كما هي وكما مكتوبة وكما قال نبيهم ورسولهم محمد. خلونا بالبداية نرحب بالأخ المبارك الأخ كريم الإيراني. أهلا وسهلا بك أخي كريم. السلام ونعم لك أخ كريم ولا كل مشاهدين قناة الآرامية. الرب يباركك أخ كريم. اليوم موضوعنا يمكن شوية ناس تقول ليش هذا المقطع الشعري يعطيك من طرف اللسان حلاوة. هؤلاء الناس اليوم احنا دنشوف مثلا نتابع هؤلاء الناس اللي ذكرتهم: آيات جمال الدين، عدنان إبراهيم، إبراهيم عيسى، المفتي حسونة، إسلام البحيري. هؤلاء كثير من المسيحيين تأثروا بهم أو قالوا عنهم هؤلاء ناس جيدين وممكن، لكن السؤال اللي يفرض نفسه واللي هو موجود يعني مطروح في هذا البرنامج: هل هؤلاء خرجوا من عباية الإسلام؟ هذا الإسلام هم خرجوا حتى يقدرون أنه ينطونا إسلام آخر؟ هل يستطيعوا إنكار النصوص القرآنية المقدسة عندهم؟ يقدرون ينكرون آية؟ وهل يلغوا تشريعات العلماء في الفقه والتشريع والأحكام؟ هؤلاء الناس يستطيعون حتى نقدر إحنا نستطيع أن
ناخذ منهم او نتلقى منهم. هؤلاء ينطوننا اسلام جديد، اسلام مو هو هذا الاسلام الذي عرفته الشعوب اللي اضطهدت من قبل الاسلام من 1400 سنه ولحد الان. ما هو راي الاخ كريم في هذا الموضوع؟ تفضل اخي العزيز. شكرا لك اخ كريم لطرح هذا الموضوع الرائع، يعني رائع جدا. كثير من الناس الاحباء المسلمين والمسيحيين متاثرين بهؤلاء، يقول لك يعني داعش ما تعرفت الإسلام، العلماء المسلمين ما عرفوا الإسلام، المفسرين ما عرفوا الإسلام، نحن نتبع إبراهيم عيسى ونتبع إسلام البحيري ونتبع عدنان إبراهيم، وهم كثيرين جدا. يعني ما طرحنا أسماء كثير لأن الحلقة ما تأخذ وقت كل كل أسماء هؤلاء. فللأسف الشديد هم طلعوا من كل مكان، يعني هم لغوا التفاسير، لغوا الأحاديث. أنا كنت أسمع مقطع لإبراهيم عيسى يقول لا يمكن النبي يتزوج بنت عدها 6 سنين، لا يمكن، ولكن هي كان عمرها 18 سنة. أين الدليل؟ يقول ما في دليل، ولكن لا يمكن لأنه أشرف الخلق والمرسلين. يعني يأخذون تنقية من صحيح البخاري ويأخذ تنقية، هو لا يستطيع ينكر صحيح البخاري جملة وتفصيلا، لأن هو الصلاة غير موجودة، الصلاة المسلم موجودة حسب صحيح البخاري، فهو يأخذ تنقية، يعني يقول هذا صحيح وهذا غير صحيح. يقول له ما هو المعيار أنك عرفت هذا الحديث صحيح وهذا غير صحيح، والاثنين موجودين في نفس الكتاب ونفس الباب وفي نفس المكان اللي مكتوب عليه صحيح، انت كيف عرفت هذا صحيح وهذا غير صحيح؟ يقول لا، الفطره الذاتيه ما تقبل هذا الكلام، ولكن هم كل المسلمين مخالفين هؤلاء، في غله قليله من الناس تتبعهم، وفي تاثير لهم بين الناس يعني على الفيسبوك وعلى تويتر، عندهم يعني برامج خاصه، ولكن للاسف الشديد هم يعني لغوا كل الفكر الاسلامي. الان لما ناخذ التاريخ الاسلامي من الاول نشوف عمر طبق الاسلام الحقيقي كما جاء في القران، علي بن أبي طالب طبق الإسلام الحقيقي كما جاء في القرآن، يعني الخلفاء الراشدين 4 مش فاهمين الإسلام، المفسرين 17 مفسر معتمدين مش فاهمين الإسلام، نفس محمد كما جاء نزل عليه القرآن هو طبق القرآن بالحرف الواحد، هو مش فاهم الإسلام. يعني إسلام البحيري يجي يفسر بكيفه ويقول هذا صح وهذا غلط وهذا إسلام جديد. أنا حسب رأيي اللي عرف الإسلام واللي غرى الإسلام الحقيقي لا يكون منافق، أم يقول هذا الإسلام غلط لا أستطيع أقبله ويترك الإسلام، أم يبغى مسلم حقيقي كما الآن داعش وغيرهم. هي ليس فقط داعش المشكلة، لأن هي الحروب من 1400 سنة موجودة، يعني الخلافة العباسية، الخلفاء الراشدين، كلهم واحد قتل واحد، وكلها كانت دول إسلامية والواحد يقتل واحد، يعني الأئمة عنده للشيعة، وحرب يزيد ومعاوية وحرب كربلاء كلها موجودة، يعني تسلسل لما وصلت إلى داعش، وراح من بعد داعش راح تطلع لنا كمان جبهات كثيرة، لأن التشريع الأساسي هو القرآن، هو موجود بين أيدي يعني الناس في 206 آية لقتل المشركين، يعني كيف المسلم يعيش مع غير مسلم؟ 206 آية، 400 آية تهدد نفس المسلم بعذاب جهنم وعذاب الغبر والنار الحمراء، فكيف تتعامل مع هاي الآيات؟ الجهاد، الجهاد حق، يعني جهاد الطلب وجهاد الدفع حق بالإسلام، يعني فرض من فروض الإسلام الصلاة والصوم والحج والزكاة والجهاد في سبيل الله، يعني المسلم لازم يجاهد في سبيل الله. يعني هؤلاء قالوا لا، الإسلام جعلناكم شعوبا وقبائل لكي تتعارفوا خيركم عند الله أتقاكم. لما تقرأ سبب نزول هذه الآية هي ما لها ربط بالمشركين، يعني دائما يستشهد بها المصلحين للإسلام، يعني دائما يستشهدون بهذه الآية، ولكن ما لها أي ربط بالإسلام، هي بين زواج واحد عبد وفي بنت يعني من أهل قريش، فالعبد خطب البنت حسب سبب النزول ابن كثير والقرطبي، العبد خطب البنت، البنت ما قبلت، راح لمحمد قال يا رسول الله لم تقبلني هاي البنت وأنا عبد أسود ماذا أفعل؟ فمحمد راح له وقال له جعلناكم شعوبا وقبائل لكي تتعارفوا خيركم عند الله أتقاكم. هاي الآية هي ما سبب زواج رجل وأمرأة، يجيب اسلام البحيري وقال لا جعلناكم شعوبا وقبائل، المسيحي اخوي واليهودي اخوي وانت عامل معه، يا فين ننجبتها؟ مش موجوده من محمد، وقتلهم قتلهم، لا يخرج جزيره العرب لا يدعى بها الا مسلما، كلهم خرجهم، يعني نفس محمد، حتى محمد مش عارف الاسلام، وطلع ابراهيم عيسى واسلام البحيري وهؤلاء. انا ما اتطرق للاشخاص ولا اتطرق للفكره، الفكره اللي اخذوها منين جابوها؟ الفكره غير موجوده بالاسلام يا اخ كريم، فما بعرف يعني كيف نناقش هذا الامر، ولكن راح نعرض مقاطع وراح نعرض سلايتات وراح نشوف ماذا قال القران عن غير المسلمين وكيف يتعامل معهم هؤلاء. امين. شكرا عزيزي الكريم. احنا يعني بعد تقريبا 20 دقيقه راح نكون معنا الاستاذ الكاتب والاعلامي نضال نعيسى، فاحنا بعد 20 دقيقه راح نتحدث
ناخذ السلايت الاول اخ كريم. لا يا ريت ناخذ الفيديو الاول الفيديو. علشان الاسلايت أوكي. الاول هو يعلق ناخذ الفيديو وبعدين ناخذ السلايتات. احنا طلعنا هذا الفيديو اعزائي المشاهدين حتى نبين الفروقات. هنا شخص يلمع، هنا شخص يريد يقدم لنا انه القران يتعامل مع اهل الكتاب بهذه الطريقه، وشخص اعلى مرتبه علميه من هذا الشخص. اولا خلنا ناخذ المجال الترتيبي او العلمي بين اسلام البحيري والحويني. الحويني رجل فقيه عالم في الامور الاسلاميه في الحديث، له شهادات، له يعني مستوى علمي بالإسلام، وإسلام البحيري لا يوازيه بهذا المجال، لا يوازيه بهذا المجال. فإذا أردنا أن نأخذ الاثنين فنأخذ من المصدر اللي هو الأكثر علمية، هو الشيخ الحويني أكثر علمية بالإسلام من إسلام البحيري. فلهذا إذا سوينا المقارنة فنأخذ بمن؟ أي مسلم هسه، أي مسلم يأخذ بالشيخ على أساس أنه هو هذا الصحيح، لأن الشيخ أكثر علمية وأكثر خبرة وأكثر اجتهادا من إسلام البحيري. النقطة الثانية، إسلام البحيري يريد يعطينا إسلام يعني بأتكيت، يعني ها تعاملات سلمية مع الآخر كذا، لكن الشيخ يوضح لنا الصورة كيف الإسلام يتقبل الآخر. وحكى عن أولا تعرض عليه الإسلام، إذا ما عرض قاتله، فعرض أشياء هو موجودة في النصوص، هذه الأشياء موجودة في النصوص. الحويني هو قارئ النصوص وقارئ كل التفاسير ورجل موسوعة يعتبر عند المسلمين. فإذا وضعنا باب المقارنة فنجد أنه الحويني هو أعلى مرتبة علمية من إسلام البحيري. تفضل أخ كريم. شكرا لك أخ كريم. إسلام البحيري لما قال هي المسيحيين أهل الكتاب، كفر الذين قالوا، الذين قالوا جاءت بالتدليل كما هو قال، يعني الذين قالوا، ليس كل المسيحيين قالوا، بعض من المسيحيين قالوا، ولكن هو غلط، هو غلط، جميع المسيحيين قالوا ليس كلهم. يعني إذا ناخذ سلايت رقم 2، يعني هو تكلم في سورة المائدة والآية 72، سلايت رقم 2 يقول كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، جميع المسيحيين يقولون المسيح هو الله، جميع المسيحيين، مش الذين قالوا، المسيحيين كفار، كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. يعني في هل في مسيحي على وجه الأرض لم يقبل المسيح ربا ومخلصا؟ لا، جميع المسيحيين، ما في تدليل. منين جاب التدليل هو؟ يقول لا، القرآن جاء باستثناء الذين قالوا، كل المسيحيين، ما في الذين قالوا، جميع مسيحي على وجه الأرض يسمعني يقول المسيح هو الله الظاهر بالجسد، أليس كذلك؟ نعم. جميع المسيحيين كفار، كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هو كفار، ما في أهل الكتاب، كفار. في سورة التوبة والآية 30، وقالت اليهود عزير ابن الله، هاي خلها مشكلة على جانب يعني، وقالت النصارى أي المسيحيين إن المسيح ابن الله، جميع المسيحيين يقولون المسيح هو ابن الله، والمسيح قال عن نفسه أنا هو ابن الله، ما في تدليل، جميع المسيحيين. فهو يعني ينتغل من الآيات ويقول لا، القرآن لم يكفر المسيحيين، قال الذين قالوا، وهم فئة كانوا ظالمين وكانوا يعني معتدين، ما يوجد هذا الكلام. أبو إسحاق الحويني لما فسر سورة التوبة والآية 29، هذا التفسير موجود في الغرطبي والطبري والجلالي وابن كثير وغيره من التفاسير، ومتفق عليه حتى التفسير الميزان عند الشيعة، المسيحي لازم يعطي جزية لأنه كافر لا يعيش في بلاد العرب أو بلاد المسلمين، فهي معروفة. يعني أبو إسحاق الحويني ما جاب شيء من عنده، جاب من القرآن. إسلام البحيري لم يجيب شيء من القرآن، إسلام البحيري دخل في التغية، يعني تتغي منهم طغاة، يعني يقول لك هذه تغية أنا عاملهم بهذه الطريقة علشان أكون أنا محبوب بين المسيحيين وبين فئة من المسلمين، ومسلمين يعني رفعوا عليه دعوة وحبسوه يعني لهذا السبب، قال هو يزدر الإسلام، هو حقيقة يزدر الإسلام. يعني ده أنا ما دافع عن الإسلام، بس إذا تتكلم هو ما يأخذ من القرآن، يعني هو ما يأخذ. كفر الذين قالوا، من هم الذين قالوا؟ جميع المسيحيين يقولون المسيح هو الله الظاهر بالجسد، كفروا جميع المسيحيين وهم كفار حسب الآيات القرآنية.
في سورة المائدة 72 وفي سورة التوبة 30، وفي آيات كثيرة تكلم عليهم، آيات كثيرة. خلينا ناخذ سلايت رقم 3 الآن، خلينا نشوف أهل الكتاب، ما هم أهل الكتاب؟ هل هم كفار أم لا؟ ما يقول أهل الكتاب، هو يقول أهل الكتاب ليس كفار. طيب وإذا طلعت أهل الكتاب كفار من غلب القرآن، ماذا يعمل إسلام بحير الآن؟ سورة المائدة والآية 57، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب. مين هم اللي أوتوا الكتاب؟ ومن قبله اليهود والنصارى. نعم لا، ومن قبلكم والكفار وأولياء، واتقوا إن الله كان مؤمنين. طيب يقول لك هنا أهل الكتاب من قبلكم والكفار. خلينا أخي كريم، يعني حتى الناس السلايد طلعنا إياه كله حتى نقرأ والناس تقرأ على كيفهم، حتى يعرفون إنه إحنا تقول سورة المائدة الآية 57، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوة ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني اليهود والنصارى والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يعني هنا أوتوا الكتاب، الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، اللي قبلكم هو التوراة والإنجيل، هو قبل الإسلام، حتى تتوضح الصورة. تفضل أخي كريم، يعني حتى توضح للناس اللي نطلع السلايت نقرأ حتى تتوضح الصورة أمامهم. نعم، نفتح السلايت مرة أخرى على الآية الأخرى، قصدك أخي كريم؟ لا، هو يتكلم في سورة المائدة والآية 57، يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار. في تفسير القرطبي في نفس الآية، تفسير القرطبي يقول المعنى، يا ريت خلي السلايد على الصفحة، خلي السلايد خلي نشوف. يقول المعنى لا تتخذوا المشركين والمنافقين أولياء، بدليل قولهم إنما نحن المستهزئون والمشركين، كلهم كفار، هم أهل الكتاب وهم المشركين كلهم كفار. لكن كلمة لكن يطلق لفظ الكفار على المشركين أكثر، فلهذا فضل ذكره أهل الكتاب. يعني باللفظ بالكلام نقول هم أهل الكتاب ولكن هم كفار، كلهم كفار. يعني إسلام بحيري يقول لا هم أهل الكتاب، ما القرآن يقول أهل الكتاب كمان كفار. ما في مشكلة، يعني ما في بين إسلام البحيري والشيخ اللي قبل أيام قال المسيحيين عقيدتهم فاسدة وعقيدتهم كافرة وهم كفار، نفس الكلام نفسه ما يختلف. يعني هذا تلميع الإسلام ما يمشي مع يعني شخص مسلم أو غير الإسلام، ممكن يمشي مع شخص مسيحي بسيط يقول لك إسلام بحيري طيب والمجددين دول الناس طيبين ويتكلموا هذا، ولكن القرآن ماذا نعمل فيه؟ قرآن ماذا نعمل فيه؟ 6600 آية، أكثر من 200 آية تكفر الغير مسلم، لا يدعى بها إلا مسلم، إنه محمد فهم هذه الآيات. والآن اللي موجود في سوريا والعراق واليمن وإيران والدول هاي كلها اللي فيها حروب موجودة، مسلم يقتل مسلم بسبب هذه الآيات. إذا ما كانت هذه الآيات موجودة يعني ما بعرف من ينتج القتل. يعني الحروب اللي موجودة في التاريخ الإسلامي غير القرآن وغير الأحاديث، في التاريخ الإسلامي كل حروب من الأول للآخر وسببها هو الآيات القرآنية، هنا هذا كافر وهذا مشرك وهذا يدعوهم إلا ثلاثة خصال، أم يعطي الجزية أم يسلم أم يقتل، فهي هاي موجودة بالقرآن. يعني إسلام البحيري يعني يقول لك الآن أنت عندك سيارة، يعني أخذ لك مثال، أنت عندك سيارة والسيارة خراب من كل مكان لازم تبدلها، إسلام بحيري يصبغها بلون جديد ويعطيك إياها، يقول لك لا هي ما فيها مشكلة صارت تمام الآن، من تركبها يعني ما تمشي لها متر واحد ووقفت نفس المكان، يتيك تبديل لازم يتبدل، الإسلام ما ينفع تصلحها، لا يوجد تصليح. يعني إذا تصلح الإسلام كيف تأخذ مثلا الصحابة الأوائل؟ الصحابة الأوائل من بعد محمد طبقوا الإسلام بالحذافير وفتحوا البلاد. يعني خالد بن الوليد، مين دعا خالد بن الوليد للعراق؟ خالد بن الوليد احتل العراق، عمر بن العاص احتل مصر، هم اجوا لمصر وحروب وقتل واهل الجزيه، والوثيقه العمريه موجوده لحد النت، يعني اي واحد يكتب الوثيقه العمريه موجوده، عمر كيف عرض عليهم؟ طيب اذا عمر مش فاهم الاسلام، واذا ما اعرف خالد بن الوليد مش فاهم الاسلام، خالد بن الوليد قطعهم قطيعه بسوريا، يعني مش فاهم الاسلام، علي بن ابي طالب مش فاهم الاسلام، اسلام البحيري اللي فاهم الاسلام، طيب هل المسلمين يقبلون اسلام البحيري؟ لا ما يقبلونه، الكلام مختلف. يعني اما ابو اسحاق الحويني اللي ملقب باسد السنه قال لك لازم يعطون الجزية أم يصيرون جزء المسلمين ويجري عليهم حكم المسلمين، يعني يدخلون بالإسلام، يعني يصيروا مسلمين مع المهاجرين اللي أسلموا بالقوة، المهاجرين ما كانوا مسلمين وأسلموا بقوة السيف صاروا مسلمين، يكونون مع المهاجرين ويجري عليهم حكم الإسلام، يعني يصيروا مسلمين تحت راية الإسلام،
واذا ما صاروا مسلمين يعطون الجزيه، واذا ما اعطوا الجزيه يموتون يقتلون. فهذا الاسلام من الاول، من بدايه الاسلام، من نشاه الاسلام بهذه الطريقه. يعني انا ما استطيع اصلح شيء هو موجود من الاول. اللي يصلح شيء يصلح شيء مثل كيف صلح الاسلام؟ صلح الاسلام ترجع للقران، يقول لهم يا ناس اتركوا الاحاديث، اتركوا الشيوخ. خاصه يعني اخ كريم، خاصه بالنسبه للمسلمين يعتبرون القران مقدس ومنزل من الله عن طريق جبرائيل، وهذا الامر لا يستطيع احد، لا يستطيع احد، ويمكن مليار ونص ما يقدر اي واحد من عندهم انه يحاولون يعني يلتفون حول النص القرآني، ممكن يلتفون حوله، يجيب لك من باب اللغة، من باب التشريع، الفكرة مو هاي الفكرة، لكن إلغاء النص هذا مستحيل. إلغاء النص، والنص واضح المعالم، إضافة إلى التفسيرات. يعني هسه راح يطلعون يشتغلون على إدامة هذا القرآن أو إدامة هذه النصوص بيطرح مواضيع، يعني يجيب لك آية فسرت سابقا بتفسير ويأتيك بتفسير آخر أكثر أقل حدة، يعني ممكن تأخذ أقل حدة. مثلا فسر الطبري القرآن على الآية الفلانية، يجيك واحد يقول لك لا هو مو هذا القصد، يعني أقل حدة، فيعطيك هي النص موجود واضح. عرب، احنا نتكلم العربية نفهم القصد. وبعدين من هو الذي يثبت على هذه النصوص؟ ثبت على هذه النصوص هم الذين أقاموا يعني أقاموا أنفسهم حتى يكونون أولياء لهذه النصوص والمحامين والمدافعين عن هذه النصوص من 1400 سنة. 1400 سنة كانوا ناس استمروا يدافعون عن هذه النصوص، وتفاسيرهم واضحة وكتب واضحة، ولا تقبل التغيير والتأويل، لا تقبل التأويل والتغيير، هذه أخذت ونصوص ثابتة. وجت فترة هاي النسخ وما النسخ والناسخ والمنسوخ وهذا، وجت هسه فترة قالوا لا بعد كافي، بعد ما نقدر نتلاعب، احنا نلمع. فهؤلاء الناس يحاولون ينطيك، يعني احدى المقابلات لأياد جمال الدين قال احنا نؤمن بالاسلام المحمدي. الاسلام المحمدي اوكي، هو رفض الاسلام الخلفاء والاسلام الاموي والاسلام العباسي، الاسلام المحمدي. تعال خلنا نقرأ السيرة يا استاذ أياد جمال الدين، نقرأ السيرة، هل الإسلام المحمدي قدم مرود للناس؟ راح لهم زارهم وقدم لهم آيات القرآن النصوص وقدم لهم مرود كما عملوا الرسل، كانوا يعني حاملين أرواحهم على كف يديهم وذاهبين وسلاحهم هو كلمة الله. هل محمد عمل هذا؟ أي إسلام محمدي؟ يحاول يعطيك أنه لا هم ما فهموا محمد غير الإسلام، هذا مو الإسلام المحمدي. لا، إحنا لو نجي نقرأ التاريخ والسيرة والبحوثات موجودة والنصوص موجودة من 1400 سنة وكسر إلى حد هذه الساعة، هي النصوص المحمدية تتطبق بحذافيرها، وليس أحد يستطيع أن يغير بها. فإحنا اليوم أمام حالة من الالتفات، يعني الالتفاف يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويزوغ كما تزاغل الأفاعية. أو هؤلاء الناس لازم نعرف ونشخص إحنا كمسيحيين، لأن الله أنطانا روح التمييز، الكتاب المقدس الله أنطانا روح التمييز، مقارنين الروحانيات والروحانيات. لازم نعرف من يوصل الرسالة ومن يلف ويستخدم بطريقة التوائية. والكتاب يؤكد بآيات الصدق، في آيات الصدق في الكتاب المقدس
يقول لا تفتر الكذب على أخيك ولا تختلقه على صديقك. سفر يشوع. أوكي، فإحنا راح نأخذ فاصل أخويا كريم ونرجع بعد الفاصل، وراح يكون بعد الفاصل معانا الأستاذ الكاتب الإعلامي نضال نعيسى، وراح نتحدث على نفس المحور ونشوف آراء الكاتب والإعلامي نضال نعيسى. نأخذ فاصل ونعود إلى. أهلا وسهلا معكم أحبائي المشاهدين وعودة أخرى. انضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ الكاتب والإعلامي نضال نعيسى. أهلا وسهلا بك أستاذ. الله يسعد مساكم، تحياتي لكم وتحياتي لجمهوركم الكريم في كل مكان. أهلا وسهلا بك، وأنت ضيف عزيز علينا في قناة الآرامية. والأستاذ نضال نعيسى معروف كاتب وإعلامي سوري، ربي يباركك، أهلا وسهلا بك عزيزي. شكرا يا شكرا، الله يبارك فيكم من لطفك وذوقك هذا أخي الكريم. الله يخليك. احنا اليوم حوارنا أو موضوع البرنامج حول الناس الذين أرادوا يقدمون الإسلام بطريقة مغايرة لما قدمته التيارات، تيارات داعش وما لحق بداعش، ومن 1400 سنة ولحد هذه الساعة. وأنت عالم بالتاريخ الإسلامي وعارف التاريخ الإسلامي، أحب أن توضح لي. سؤالي هو ما هو رأي الأستاذ بالذين يحاولون أن يغيروا مجرى التاريخ الإسلامي وحقيقة الانتشار الإسلامي اللي هو حدث وانطلق الإسلام من شبه الجزيرة العربية بحد السيف واخترق الشام والعراق ومصر وامتد؟ فهل أنه هؤلاء الناس اللي ذكرت أسماءهم أنا بالبرنامج، مثلا عدنان جمال الدين أو الدكتور عدنان إبراهيم، أياد جمال الدين والدكتور عدنان إبراهيم وإبراهيم عيسى والمفتي حسونة عندكم في سوريا وإسلام البحيري، هؤلاء حاولوا أنه ينطونا إسلام غير الإسلام اللي شفناه أو عرفناه أو قرأناه من 1400 سنة ولحد هذه الساعة. ما هو رأي الأستاذ نضال في هذا الموضوع؟ تفضل، إلك الهواء. تحياتي لكم، يسعد أوقاتكم جميعا، وشكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة. لا شك الآن ما يسمى بالإسلام هو في خط الدفاع الأخير، يعني يتهاوى أمام ضربات العولمة، أمام ضربات الإنترنت، أمام ضربات ثورات التواصل الاجتماعي، أمام هذه الثورة المعلوماتية التي لم تترك ستر ولا غطاء على أي شيء. فلذلك انكشف الإسلام وبان على حقيقته. وبداية أنا بحب أقول أنه لا يوجد شيء اسمه إسلام قديم بمفهوم الدين أو بالمفهوم الغيبي لهذا المصطلح أو لهذا الاسم. يعني الإسلام من حيث نشأته هو عبارة عن مجموعة من القيم والتقاليد والسلوكيات والمفاهيم والأساطير الغيبية التي كانت تسود في ما يسمى بجزيرة العرب. طبعا لاحقا صار اسم جزيرة العرب على يد القوميين العرب والبعثيين والمستعربين هذول اللي سموه انه العرب عندهم ارض الى اخره. طبعا لا يوجد، فما كان يوجد من عادات وتقاليد وقيم ومفاهيم تعيشها الناس في تلك البقعة من الارض في زمن سحيق وبعيد من 1400 سنة. هذه القيم وضعها محمد في قال نفس، وحتى الطقوس التي كانت تمارس من طواف حول الكعبة، سبع طواف من السجود للكعبة وللحجارة، طقوس وثنية، يعني طقوس وثنية كانت موجودة قبل الإسلام واستمرت في الإسلام وأخذت بعد الإسلام طابع مقدس. إذن لا يوجد هناك شيء اسمه إسلام أو دين جديد، دين جديد كما يحبون أن يقدموا. طبعا بعد أن انكشف هذا الإسلام خلال 1400 سنة كلنا نعرف هذه المسيرة اللي استمرت. في شيء كتير مهم لازم الناس تعرفه حول انتشار الإسلام، أن محمد بقي في مكة 12 سنة يبشر بالإسلام ويبشر بالدين الجديد
ولم يصدق أي إنسان ولم يؤمن به أي إنسان. وحاول حتى آل بيته عمه أبو طالب الذي رباه والذي كان عاش في كنفه وعاش في بيته و و و و و وكان يشرف عليه بعد, يعني هو ولد يتيم تعرف بعد 4 سنين من وفاة أبوه ولد هذا الإنسان. فلذلك هذا يعني واحد شايف, يعني أنت تشوف أمامك نبي وما تصدق هذا النبي, في إشكال. يا أما أنت مجنون وما عندك عقل وما عندك محاكمة عقلية بحيث ترفض نبي تشوفه أمامك, أو هذاك ما هو نبي. يعني عندنا هالاختيارين, هدول احتمالين لا ثالث لهما. إما أنت إنسان ليس لديك محاكمة عقلية وليس لديك قدرة على التمييز وقدرة على أنك تعرف مصلحتك, يعني أنت تشوف نبي وتؤمن فيه وإنشان تدخل الجنة وتروح على المكاسب هذه والأرباح اللي في الآخرة من حور عين وغلمان وخمر بالجنة وأنهار من عسل ولبن وكذا وإلى آخره, أو أن الشخص الآخر الذي أمامك هو ليس نبي. فأنت أمام هذه الاحتمالين. فبقي الرجل يبشر بدعوته 12 سنة لم يستطع أن يجذب أي إنسان باستثناء سلة قليلة. يعني علي كان يقول لك الإمام علي, كان علي صغير السن ويعني براب العاطفة وما عنده هذيك القدرة على تمييز الأمور بالشكل الفلسفي وبالشكل الفكري والثقافي. فلحق ابن عمه وظل معه واستمر معه. فاضطر هذا الأمر, اضطر محمد خلال هذه السنوات الطويلة 12 سنة أن يهاجر إلى المدينة ويشكل نواة داعش. يعني نواة داعش تم تشكيلها في 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 مكة في يثرب اللي تعرف اليوم باسم المدينة. تم تشكيل نواة يثرب وهي عبارة عن عصابات مسلحة للغزو والسطو وأخذ المغانم والسبي ونشر الإرهاب والقتل بين الناس لإجبارهم على الانتظام في حزب سياسي أو أخذ موقف سياسي منهم. وهذا الموقف السياسي يتجلى بالشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, أي الإقرار بسلطة محمد. الشهادة لمحمد بأنه نبي كانت تعني المفهوم السياسي الإقرار بالسلطة الزمنية والسلطة المكانية لمحمد باعتباره القائد السياسي في تلك المرحلة. إذن كانت هذه هي النواة لتشكيل داعش أو تشكيل عصابات الدولة الإسلامية. هذه العصابات بدأت تقوم بعمليات غزو إلى القبائل المجاورة أين يسمعون في مكان هناك حلال يسمونه حلال أو يسمونه مواشي ويسمونه, فيذهبون إلى هذا المكان يغزونه يأخذون الغنائم يقتلون الرجال يسبون النساء ويسطون على هذا الحلال على المواشي الخيول الماعز الإبل الغنم إلى آخره ويأتون بها ويبيعونها مع السبايا في سوق العبيد. لذلك لم يلغى العبيد في الإسلام رغم أنه جريمة أخلاقية. العبيد يعني تستعبد الناس هو عبارة عن جريمة أخلاقية. لذلك لم يلغى العبيد في الإسلام لأنه كان ذا منفعة سياسية ومادية للتنظيم الجديد الذي أقيم في مكة الذي هو كانت نواته المهاجرون والأنصار, الناس اللي ناصروه والناس اللي هاجروا معه والذين أتوا معه وشكلوا هذا التنظيم. بعد سلسلة طويلة من هذه العمليات الإرهابية والإغارة والسطو والغزو إلى آخره, قوت شوكة هذا الجيش وصار جيشا قويا وتنظيما مسلحا ومدربا بشكل جيد ولديه خبرة في الإغارة والسطو والاستيلاء على الأراضي والقتل وما شابه ذلك. فقرر عند ذلك لما تأكد من نصر أو من انتصار على أهل غزة وفتح مكة, قام بالهجوم على مكة وفتحت مكة عنوة. وبعد ذلك تم إعلان أن مكة دولة إسلامية أو عاصمة الدولة الإسلامية أو أنه جرى نصر الإسلام واليوم وأكملت لكم دينكم ورضيت لكم نعمتي وما بعرف إيش هذا الكلام. إذن لم تفتح أو لم تتم أسلمت مكة
وانتظامها في الدولة الإسلامية وإقامة الدولة إلا بالفتح بالقوة. هذه نقطة مهمة جدا ومعروف هذا مثبت يعني بشكل لا يستطيع أحد أن يضحطه. دكتور اسمح لي دكتور، يعني أنت وضحت أن المبادئ أو التاريخ، بداية التاريخ هذه العصابات وبداية تاريخ هذه العصابات وكيف تنظمت، وهذا السرد التاريخي اللي حضرتك تحدثت به هو حقيقة وموجود وأنت وكل المتابعين قارين هذا، لكن بالتاريخ ترتبت أمور أخرى يعني وضعوا لهذا النظام الإرهابي، وضعوا له قداسة، وضعوا له قرآن على أساس منزل من الله، وضعوا له أنه هؤلاء الناس أنه الله مهيئ لهم مثل ما تفضلت مهيئ لهم مكاسب بعد الموت، وبعدين هؤلاء الناس اللي جوي، فانطلقت هاي الجيوش إلى مناطق، وحضرتك تعرف سوريا بلد تاريخ وحضارة ووجود، العراق بلد تاريخ وحضارة ووجود، مصر الفرعونية حضارة وتاريخ ووجود، لكن هذه المنطقة الذي انبثق منها أو طلع خرج من عدها هذه العصابات هي ليست لها وزن تاريخي، يعني ما بها إرث تاريخي، لكن بعد ما دخلوا لهذه المدن وهذه الحضارات السابقة المتواجدة، الحضارات الفينيقية والسريانية والحضارات بالعراق الآشورية عفوا، أريد تنطيني دكتور أستاذ نضال، تنطيني عملية كيف يعني ضحكوا على الناس أو أغروا الناس أنه هذا الدين مقدس، يعني ولحد الآن الناس مخشوشين أنه هذا الدين مقدس، كيف وصلت موضوع قداسة هذا الدين لهؤلاء الناس؟ تفضل أستاذ. طبعا انقطع الاتصال مع الأستاذ نضال، وإحنا راح نواصل معاكم إلى أن يعني يترتب الاتصال مع الدكتور. إحنا راح نفتح الخطوط، وأي واحد يحب يتصل على الموجود على الشاشة، ونكمل ما بدأه الأستاذ نضال نعيسة عن بداية الإسلام وتكوين الإسلام. وأنا سألت سؤال إلى أن يأتي الخط ويبدي يوصل لنا. أخ كريم، ما رأيك بطرح الأستاذ نضال عن التاريخ وبداية التاريخ الإسلامي؟ نعم أخ كريم، أستاذ نضال نعيسة له كل التحية والتقدير، يعني هو غال التاريخ بطريقة يعني صحيحة، وهذا اللي غاله هو موجود في البداية والبداية والنهاية لابن كثير. هو غار التاريخ يعني الأساسي، هذا التاريخ اللي احنا نتكلم فيه، والأستاذ نضال نعيسة طرح هذا الموضوع، كل المجددين الإسلاميين اللي انت ذكرت أسماهم يرفضون هذا الشيء، يقولون لا هذا الشيء غير موجود وهذا تدليس. طيب منين جاء محمد؟ هم مش عارفين منين جاء محمد، هو محمد رسول الله وخلاص، بس هم هاي عارفينها ويقدمون هاي الصورة للمسلمين، يعني يقدمون هاي الصورة للمسلمين. ولكن لما تقرأ سيرة محمد، هو تفضل بينا ظن عيسى صح، محمد كان 13 سنة في المدينة يدعو في مكة يدعو للإسلام، لم أحد يقبل الإسلام، بعدين هاجر للمدينة، وبعدين رجع إلى مكة سمى فتح مكة وقتل الناس اللي بمكة اللي بالأول رفضوا محمد. فهذه الأمور يعني كلها ينكرونها ويقولون لا الإسلام جديد والإسلام رحمة. وأنا سمعت أحد المجددين يقول الإسلام بمحبة ورحمة لا توجد بدين ثاني. فلما تسأل فين هاي موجودة يقول لك هاي الآيات اللي في زمن معين وانتهت. هم عندهم يعني القرآن صالح لزمان فقط، ليس لكل زمان ومكان، لزمان فقط، والآيات يعني الحرب انتهت، الجهاد انتهى، ما يعني يأخذ بس الصلاة والصوم من صحيح البخاري وباقي يعني نقرأ كل الموجود. ولكن لما نأتي للقرآن وآيات القرآنية اللي موجودة، هي آيات القرآنية موحدة محمد طبخها، طيب كيف فهم الآيات القرآنية محمد نفسه؟ يعني
محمد في آيات القرآنية فهمها، ناخذ سلايد رقم 4، يعني هذا فعل قبل محمد. أخي كريم كيف قبل انضم نعم. ان الدكتور الاستاذ نضال عاد الاتصال، عدنا الاتصال معاه وأمننا الاتصال تأمن. دكتور نضال احنا انقطع الاتصال بيننا وبينك، لكن السؤال هو كيف توسع هذا الإسلام واخترق هذه الشواخص التاريخية؟ يعني الشام شاخصة تاريخية، والعراق شاخصة تاريخية، وبلاد مصر كانت لها تاريخ وحضارة، كيف دخل إلى هذه الدول؟ عندنا تحياتي لك أستاذ كريم، آسف لانقطاع الخط في المرة الأولى. نعم. يعني كما تعلم أنت سألتني سؤال مثلا كيف انتشر. طبعا المسلمون حتى اليوم يعلمون أن أو المسلم أو الدين الإسلامي أو هذا الفكر يعلم أن كل ما قام به وكل ما تمت ممارسته في تلك الفترة من قتل وسبي وغزو وإلى آخره لا يمكن لعقل بشري كله، هذا مخالف للقانون الدولي ومخالف للأخلاق. يعني أنت لا يجوز بأي حال من الأحوال، ولا يوجد أي إله ولا يوجد أي منطق ولا يوجد أي دين ولا شرع يقول لك روح لعند قوم واغزو هؤلاء القوم واقتل هؤلاء القوم واسبيهم واسبي نساءهم واقتل أطفالهم ورمل نساءهم ويتم أطفالهم وسكل أمهاتهم وإلى آخره. لا يوجد أي فكر ولا منطق في تاريخ البشرة، ولا أي برابرة في التاريخ، ولا أي عصابات، ولا أي مجرمين، ولا أي سفاحين قاموا بهذه الأعمال وبرروها. لكن كان يتم هناك الالتفاف على هذا الأمر بالوصف السحرية أن الله سبحانه وتعالى هو من أمر بهذا، وهذا أمر رباني، وهناك آية نزلت آية في الجهاد انفروا ثقالا والله نسيت الآية بأموالكم وجاهدوا أموالكم وأنفسكم في سبيل الله وانفروا ثقالا وخفاخا، شو الآية والله نسيت حاليا. هناك يأتيك بآية لكل فعل، لكل موبقة، لكل ما يقومون به من خرق للقانون البشري والقانون الأخلاقي. يعني يوم تزوج بنت ابنه زينب بنت جحش ورأى هذه المرأة وأغرته، كانت جميلة جدا ولم يستطع أن يتحمل نفسه وقرر أن 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 يغتصبها أو ينام معها أو أن يمارس معها الحب، فذهب إلى ربه وطلب منه وأتته آية ولما قضى امسك عنها زوجك امسك زوجك يا زيد ولما قضى زيد منها وطرا زوجناك إياها، نزل له آية، يعني بحيث إنه هذا الكلام ما حدا لا يستطيع أي إنسان أن يعترض عليه لأنه كلام الله الخالق، هذا الإله الموجود في السماء الذي يدير الكون والذي يتحكم بكل شيء ويسيطر على كل شيء، هو من يأمرنا بهذا الكلام. أنا ما لي علاقة كمحمد، أنا زلمي ما لي علاقة، أنا سمعت هذا الكلام، أنا أنفذ وصية إلهية. حين بدأ بالغزو والقتل والسبي والإرهاب وممارسة كل الموبقات الغير أخلاقية أو غير الأخلاقية، قال حديث أو نشر حديث أمرت أن أقاتل الناس، أمرت من الله سبحانه وتعالى. أنا أنا عبد مطيع، أنا ما عندي خيار إني أقبل أو أرفض، أنا أمرت، هذا الأمر أتاني من الله سبحانه وتعالى، طبعا وفق الخطاب تبعهم، أنا ما أتبنى هذا الكلام، أن أقاتل في سبيل الله حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإن فعلوا ذلك عصموا دماءهم مني. شفت يا أستاذ كريم، يعني هم يعلموا أن هذه الأعمال كلها أعمال غير أخلاقية وغير قانونية ولا تجوز ولا يقبلها عقل ولا يقبلها إنسان. وحتى اليوم يعني يعيش المسلم حالة انفصام شخصية وحالة انفصام سلوكي وحالة اضطراب عقلي mental disorder، لأنه يعلم أن كل ما يقوم به وكل ما يعمل به
هو أمر منافي للأخلاق ومنافي للقانون، لذلك هم يطالبون اليوم بالدولة الإسلامية، لا يستطيعون أن يعيشوا بحرية أو بمعتقداتهم وفي أفكارهم ويمارسونها ويمارسوا تعاليم محمد إلا في دولة إسلامية، لأن هذه الدولة الإسلامية هي التي تحميهم وتؤمن لهم الغطاء القانوني لكل ما يفعلونه. خارج الدولة الإسلامية أي إنسان يفكر بهذه الطريقة غير العقلانية وغير الأخلاقية وغير القانونية يؤخذ إما إلى مصحة عقلية أو إلى السجن إذا كان ارتكب أعمال. يعني واحد إذا ما ارتكب هالأعمال هذا وفكر في هذه الطريقة فهو إنسان مريض نفسيا. إذا قام بفعل من هذه الأفعال غير الأخلاقية، تزوج طفلة أو قتل أو سبى أو تاجر بالعبيد أو قتل الناس أو قطع الرؤوس أو إلى آخره، هذا يكون قد ارتكب فعلا جنائيا إجراميا فيساق إلى المحاكم ويحكم عليه. أما إذا فكر بطريقة غير القانونية وقال أنا والله أنا هناك إنسان أو هناك كائن خرافي يعيش في السماء أمرني أن أفعل كذا وأمرني أن أقول أن أمارس هذا الفعل وأن أسطو، فحين الناس تعرف أنه يفكر لهذه الطريقة فعليها أن تسلمه إلى أقرب مصحة عقلية. أشكرك أستاذ نضال، يعني أشكرك حقيقة، أوفيت بالسؤال وطرحت، يعني عرضت القضية وعرضت المشكلة بحذافيرها. احنا الخطوط مفتوحة، اي واحد يحب يتصل على الفايبر، كل اللي راح نضع على الشاشة نحب مشاركتكم. نستغل وجود الاستاذ نضال نعيسة معانا، واي سؤال تحبون تطرحونه احنا نستقبله. عندنا اتصال على الفايبر، اهلا وسهلا، تفضل من معانا؟ لؤي السندي، أهلا وسهلا، تفضل. نعم الله يخليك، تحية لك ولضيوفك الكرام. أهلا وسهلا. بس حابب أضيف نقطة صغيرة داخل بموضوع أنه القدسية أخي جدي من الرهبة. أستاذ كريم، جدي من الرهبة، لو إحنا نرجع بس إلى السيرة النبوية، كان صبيغا يسأل عمر عن المتشابهات، وقبل شكك بالوحي ابن أبي السرح اللي أضاف آية بالقرآن، ماذا كان مصيرهم؟ فعندما قوة شوكة محمد أو الرسول صار السيف هو الذي يحمي هذه القدسية. فيما بعد ادعى النبوة أكثر وأكثر، ولو إحنا نرجع إلى سورة صاد 5 ترون أنه كان بالبداية لم يدعي النبوة، لا إله إلا الله، أجعل الآله إلهاً واحداً، هذه كانت الدعوة الرئيسية. أما استفاض الأستاذ نعيسى وأضاف التسلسل التاريخي كيف صعد، صحيح هذا التدرج كله كان 100%. شيء ثاني كنت حابب أيضاً أضيفه، أنه بمداخلة الأخ العزيز الأحوازي أو الإيراني، الأخ كريم قال أنه قانون الإيمان، احنا عدنا قبل الاسلام ب400 سنة، هذا القانون وضح فيه من هو الله، واحنا نعبد اله ونؤمن باله واحد قبل الاسلام. نعم. فما كنا محتاجين يجي واحد يكفرنا، لكن خلفية محمد والبدعة الابيونية اللي كانت رواسبها متبقية بالجزيرة، وكان قسمك الابيوني ورقة بن نوفل وعداس النينوي فيما بعد وعيس والبحيرة الراهب، كل هؤلاء أثاروا وحافظوا وزرعوا ونموا الفكر اللي سموه فيما بعد الإسلام. شكرا لك وشكرا شكرا أخي لؤي، شكرا جزيلا. الخطوط مفتوحة، اللي يحب يسأل الأستاذ نضال، احنا نضال معانا نهاية البرنامج. أعود إلى الأخ كريم. أخ كريم، ما هو رأيك بالطرح الدكتور الأستاذ نضال؟ تفضل حبيبي. شكرا لك أخ كريم، وتحية للأستاذ نضال نعيسى. بس أنا عندي سؤال للأستاذ نضال نعيسى، هو حكى من كل التاريخ الإسلامي واستشهد بآيات قرآنية. نعم. طيب المجددين الإسلاميين الجدد يا أستاذ نضال نعيسى يقولون هذا كله غلط،
الآيات موجودة صح، ولكن تفسيرها شيء ثاني. لما غضى منها زيد وطرا، يعني لما ما بعرف الله أعطاها لزيد بدون ما محمد يدخل ويشوفها، هاي العملية يعني كل هذا غلط، كل المفسرين غلط، السيرة غير صحيحة، وهم مجددين للإسلام ويدعون لإسلام جديد. هل يستطيعون تصليح الإسلام، أو هل يعني فكرتهم صحيحة أو غلط يا أستاذ نظني عيسى؟ يا أستاذ الكريم، يعني هو من حيث المنطق والقراءة التاريخية للقرآن، يعني هذا الإله الذي كتب هذا القرآن، يعني وحتى هم يقعون بعملية بتناقض رهيب، حين يعني يحتاج كلام الله ويحتاج كتاب الله وكتاب حكمة وكتاب أزلي وكتاب محفوظ، يحتاج إلى تفسير. هذا هنا قمة اللغط، وهذا أكبر مأخذ ومسلبة تؤخذ عليهم. يعني لا يجوز، هو يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تتقون أو تعقلون، وإنه كتاب مبين وآيات بينات محكمات وفصلت ما بعرف إيش آية كاملة. فهناك يا سيدي الكريم، هنا يعني هو التفسير القرآن أمر غير شرعي، وهو يصب في ذات عملية الالتفاف على موضوع تجميل وإعادة طرح الإسلام وإعادة تدويره وقبوله في الساحة أو عند الرأي العام، باعتباره أنه يعني حين الإنسان يدرك أستاذ نظن عيسى، آسف للمغاطعة، ما هو القرآن أعطى الموقع، ليس هم اللي أتوا للقرآن. القرآن يقول لا يعلمه إلا الله والراسخين بالعلم قالوا آمنا بما أنزل إلينا، في آية قرآنية يعني أعطت الخيار لك، أنت تفسر أنا أفسر أخ كريم، كل واحد يفسر. لا يعلمه إلا الله والراسخين بالعلم، يعني هذا كتاب غير معروف، ولكن الراسخين يعني بالعلم يعني اللي درسوا الشريعة هم فاهمينه، فهو أعطى الفرصة، ليس هم تدخلوا. يعني يا سيدي الكريم يعني نحن كما نعلم لا يوجد إنسان يفهم القرآن أو حجة في القرآن مثل الإمام علي. الإمام علي نفسه لم يأخذ بالقرآن، قال له لأبو موسى الأشعري أو لا ابن مسعود على ما أعتقد، قال له لا تجادلهم بالقرآن فهو يوم التحكيم فهو حمال أوجه. لا تجادل، يعني صح. الإمام علي رفض تحكيم القرآن ورفض الاستشهاد في القرآن، لأنه يعلم أن القرآن يحمل الشيء ونقيضه، يحمل كل متناقضات الدنيا، فيه كل شيء، عبارة عن سوبر ماركت كما أطلق عليه ذات مرة، فيه سوبر ماركت، فيه كل ما تشتهي النفس، فيه آيات. طيب أي إله هذا أو أي كاتب للقرآن؟ أنا أستسمعك عذرا أستاذ نضال، عذرني، عندي اتصال من العراق، حتى إذا عد سؤال الأخ بيتر من العراق. أهلا وسهلا بك أخ بيتر، شلونك حبيبي؟ شلون صحتك حبيب قلبي؟ أهلا وسهلا، أحوالكم ورك يا غالي، الله يخليك، تفضل حبيبي. أخ كريم، هو الأخ ما أجاب شيء جديد، يعني نقدر نقول مثلا الجريمة السطو المسلح، الاسم الشرعي صار غنيمة، القتل صار جهاد، الاغتصاب صار السبي، الاستعباد صار الرقيق، التعذيب الجسدي الحدود، الخاوة الأنفال، الابتزاز الجزية، فرض المعتقد بالقوة حد الردة، البيدوليفيا زواج الأطفال، الإرهاب ترهبون عدوكم. تجي إلى قبل ما يجي الإسلام، قبل الإسلام كان المشركين يصومون شهر رمضان. بعد الإسلام شرع محمد صيام رمضان، قدسوا المشركين يوم العروبة، محمد سماه يوم الجمعة، مارس المشركين طواف والحج، محمد جعله ركن من أركان الإسلام، قدسوا المشركين ما زمزم، قدس المسلمين ما زمزم، طبق المشركين الحدود، محمد شرع الحدود. اطلع المشركين على قصص الأولين وأساطيرهم، هو اقتبس هذه الأساطير وجعلها وحي. المشركين كانوا يمارسون سجع الكهان، اقتبس محمد الترتيل من سجع الكهان، فهو ما أجب شيء جديد للحياة. يعني شنو الرسالة اللي جابها؟ شنو الجديد اللي جابه؟
يعني بعد المسيحية والسوى اللي خلى مثلا شيء فوق عن المسيحية. أخ بيتر، احنا أمام, أمام 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 أشخاص يعني حاولوا أنه يغيرون مجرى التاريخ من خلال الالتفاف حول الحقائق التاريخية. أخ بيتر، عندنا مجموعة من يعتبرون نفسهم هم المتنورين، يعتبرون نفسهم يريد ينطينا إسلام بحب برحمة بعطف على الآخر برؤية أنه يؤمن بالديمقراطية والرأي والرأي الآخر، يتواكب إسلام يتواكب مع العصر. هاي المشكلة أخ بيتر. إحنا المشكلة عندنا مع هؤلاء الناس، أني أشوف، أني برأيي الشخصي طبعا أشوف هؤلاء أخطر من داعش. داعش كشف لنا الإسلام على حقيقته. داعش أخ بيتر المخرج يقول خليه يسمعنا من التليفون لأن أكو صدى دا يصير. سد التلفزيون، أغلق التلفزيون لأن دا يصير صدى. فإحنا أمام معضلة. هؤلاء الناس الكثيرين اللي حتى تأثرت يعني كثير من المسيحيين تأثروا بطروحاتهم أنه توقعوا أنه هذا الإسلام. لا، إحنا اليوم استضافينا الدكتور نضال، أستاذ نضال، اليوم استضافيناه ودا يشرح لنا المبادئ التي قام عليها الإسلام والتاريخ والنصوص، النصوص القرآنية والتاريخ والهذا. شنو السؤال الأخ بيتر للأستاذ نضال؟ ممكن تخلي سؤالك حبيبي بيتر، تفضل. أي أستاذ نضال، بس أريد أعرف ما هي الرسالة السماوية اللي تختلف عن رسالة المسيح أو رسالة موسى؟ يعني شنو المستجدات اللي حاليا هم يستلموا يقولون الإسلام الوسطي أو الإسلام المتجدد؟ ما أعرف يعني شنو هذا الجديد اللي إجا، وأكون شاكر لك. تفضل دكتور. انقطع، عندنا مشكلة بالصوت دائما. أخي بيتر أنا أشكرك، الرب يباركك، وهذا السؤال مالتك يعني إذا أمننا الاتصال مع الأستاذ نضال إحنا يعني راح ناخذ اتصالك وكون معنا بعد قليل. إحنا راح ناخذ فاصل أعزائي المشاهدين ونرجع بعد الفاصل. أعزائي حضروا نفسكم، عندكم أسئلة إحنا راح نأمن نعيد الاتصال مع الأستاذ نضال. أي واحد عنده سؤال يحب يطرحه أو عنده على ضوء ما تحدثنا به نحاور ونتحاور حول هذا الموضوع. ناخذ فاصل، عودة أخرى بعد هذا الفاصل معكم أحبائنا المشاهدين. وتأمن الخط مع الأستاذ نضال. والأستاذ نضال هو الآن على الخط. أحبائي المشاهدين، أي واحد يحب يسأل، نستغل وجود، نستفاد حقيقة، ما لا نستغل لكن نستفاد من وجود الأستاذ نضال معنا عبر التليفون. أي واحد عنده سؤال على الطرح اللي طرحه واللي الآن يطرحه في هذا الوقت. أستاذ نضال، يعني عندي سؤال، يعني تفضل. سؤالي هو ما هو رأي الأستاذ نضال على يعني الملمعين لهذا الفكر ويريد يعطيك أنه هذا الفكر فيه هذه القداسة وهذه الهيبة وهذه الهالة الروحانية؟ هل يوجد في الإسلام هالة روحانية أو مهابة أو وضع، وإنما المسلمين هم من يعملون هذه الطقوس ويضعوا لها هالة معينة، وخاصة نحن في أجواء رمضان والأمور العاطفية وهذه الأشياء والطقوس اللي عملوها، هل هي هذه الأشياء يعني الناس يجذبون بها الناس، هل هي حقيقة الإسلام أم هذا فد عمل تلميعي تصويري فيلم وثائقي عن الإسلام؟ تفضل دكتور. يا سيد الكريم، كما قلت لك، لا يمكن، لا يمكن لأي إنسان أن يتقبل هذا الفكر دون وضعه في إطار تابو، إطار مقدس، بأن هذا الأمر حصل هكذا
بأمر رباني بأمر غيبي من سماء سابعة أتوا به هؤلاء البدو الدواعش الوثنيين البرابرة أتوا به ووضعوه ليرهبوا الناس. يعني لا يوجد لا يمكن لأي إنسان يعني قارن بين الأفعال. تيمور لنك هولاكو هتلر عملوا نفس الأفعال، قاموا بغزو وحروب وقتل ولكن لم يقولوا أن الله أرسلنا لنفعل ذلك. هؤلاء يعني الخبث البدوي، الخبث والمكر البدوي أنه وضع كل هذه الأعمال لكي يتجنبوا أولا النقد، ثانيا المحاسبة القانونية، وضعوه ضمن إطار قانوني. ويأتي هؤلاء المجددون وهؤلاء الملمعون لكي يسبغوا نوعا من الشرعية على هذا الكلام بأن هذا كل ما حصل هذا. يا أخي أنتم لا تعلمون هناك سر إلهي، هناك حكمة ربانية لا أحد يعلمها إلا الله، هو الذي يشاء، هو الذي يقرر هذا الأمر. أنت عبد، أنت شيء تافه، أنت لا شيء، أنت حقير، أنت دون، أنت حشرة لا تستطيع أن تصل إلى مستوى هؤلاء البدو. ما هي الفلسفة الموجودة في هذا الفكر؟ ما يعني فلسفة مضحكة إنه ناس أتوك من الصحراء ليمنعوا عنك شرب الخمر الصافي النقي الطاهر، الكحول التي تشفي وتستخدم في العمليات الجراحية للطبابة ولتضميد الجروح ولشفاء الإنسان ولتخديره ولتخفيف الألم عنه، يمنعك عن هذا المشروب ويأمرك أو يصف لك ببول البعير النجس القذر الوسخ الذي هو عبارة عن كل ما في الجسد من أوساخ. طبعا الجسد يأخذ الفيتامينات، يأخذ الأملاح، يأخذ الفوسفور، يأخذ الكربوهيدرات، يأخذ النشويات، يأخذ الكوليسترول المفيد، يأخذ كل شيء في عملية الاستقلاب ويستخدمها في طاقة في الجسم. أما ما هو وسخ وما هو قذر وما هو نجس في هذه يطرحها الجسم كفضلات. وهذه نفس العملية عند الحيوان، مع العلم أن الإنسان يستخدم طعاما طاهرا نظيفا مغليا مغسولا، أما الحيوان فيأكل من حشاش الأرض كما يقال، ويأكل الوسخ ويأكل أي شيء بدون غسيل. فتصور أن النجاسة والوساخة مضاعفة عند الحيوان. يعني إذا كنا بدنا نشرب بول الإنسان لأنه أنقى وأنظف من حيث المواد اللي داخله، الإنبوت طاهرة، فلذلك تكون الأوتبوت إلى حد ما مقبولة. أما البعير يأكل الوسخ يأكل الفضلات، يأكل الحشيش في الأرض، يأكل فتصور هذه الفلسفة. يعني أي فلسفة، أي حكمة، أي علم، أي فقه. يعني دكتور تعرف العفو أستاذ نضال، تعرف أنا قاطعك سوري على المقاطعة، بس تعرف أنه في أحد الشيوخ يعني قال لو العلم قال أنه بول البعير بإضرار ضرر، أنا ما أسمع صوت العلم، أنا أسمع صوت القرآن أو صوت الحديث النبي شي يقول لي أنا أتبع. لو يقول لي الشمس أنه هو مغشوشين، يعني استاذ يعني تصور، يعني احنا من خلال برامجنا نطرح على المسلم انه يفتح عقله، ان المسلم هسه هو محصور في زاوية. اولا ولا تسألوا عن اشياء بدت لكم تسواكم، يعني المسلم محصور في زاوية. احنا ومن خلال حضرتك يعني رجل تريد المسلم ياخذ الانطلاقة الصحيحة او ياخذ الطريق الصحيح انه يفتح عقله يفكر. المسلم في الاسلام مثل ما تفضلت حضرتك مغلق، تتبع الاوامر، لا تناقش. والاخطر من ذلك يا استاذ كريم، نعم. يعني في ناحيه خطيره جدا تمارس خلال 1400 سنه. هم يعرفون ان الاسلام او لو ترك الانسان بدون عملية البرمجة من الصغر لو ترك الإنسان المسلم بدون عملية البرمجة من الصغر لانتهى الإسلام. ماذا يفعلون هم؟ وسأتحول أنا الآن، سأنتقل معك إلى الطوائف المتنورة في الإسلام. ذكرني أحكي لك على الطوائف المتنورة في الإسلام وعملية البرمجة. ماذا يفعل المسلمون؟ يعلمون أن هذا الفكر لا يمكن أن يستمر ولا يمكن أن يتقبله عقل
دون عملية برمجة من الصغر يأخذون الأطوار. أنا كتبت كثير من المقال على هذا الموضوع. هناك عملية سطو أخطر من عملية السطو التي تتم على الحلال وعلى الأموال وتسرق فيها الممتلكات. هي عملية السطو المبكر على العقل الإنسان. يأخذون الطفل، يسرقون الطفل من حضن أمه وأبيه في السن السادس، يقول لك علموهم عليها أو ادعوهم إليها في سبع واضربوهم عليها على عشر. هذا حديث الرسول. إذا لم تأخذ هذا الطفل من الصغر إلى المسجد وتتم عملية البرمجة وتتم عملية مسح الدماغ وتسطيح العقل وغسل الدماغ، فإن هذا الصبي أو هذا المخلوق أو هذا الكائن حين يكبر لن يتقبل هذا الإسلام. لذلك هناك عملية سطو وبرمجة على هذا العقل. ترى الإنسان المتأسلم أو الإنسان المسلم الحقيقي الذي تمت برمجته بالصغر لا يمكن تغيير عقله، ولا يمكن تغيير هذه البرمجة على الإطلاق مطلقا. لذلك ترى الطوائف المتنورة الأخرى في الإسلام والأكثر انفتاحا والتي لديها نوع من التنوير ونوع من المحاكمة، لا يتم تعليم الإنسان دينه مثل الطوائف العلوية والإسماعيلية أو حتى الدرزية إلا في سن الأربعين في سن. لذلك ترى هذه الطوائف حتى أحد الطوائف ما يأخذ هذا إلا بعد الأربعين. موجودة يعني بسوريا هي هاي الطائفة الدرزية، الطائفة الدرزية ما يأخذ العلم إلا بعد الأربعين. أنا استسمحك عذرا أستاذ نضال، عندنا اتصال على الفايبر، تفضل من معانا. تفضل من معانا. ألو. أهلا وسهلا، تفضل حبيبي. السلام عليكم يا حبيبي. أهلا وسهلا، تفضل عزيزي. يا سيدي في عندك أسلام أشكال أشكال. نعم. أنا اسمي بنيامين، بالأصل من سوريا، عم بحكي معك من شيكاغو. أهلا وسهلا بنيامين. الله يسلمك أبوي. نحن عشنا مع الأسلام بسوريا كثير كويس. هذا واحد. وفعلا ضمن الوقت لما ضربوا بالكنيسة ببغداد قتلوا أكثر من 40-50 إنسان بالكنيسة. طبعا أنا بحكي لك الكلاب تبعهم كما الدولة العراقية كمشتهم وجابتهم على الكنيسة وطلع القس. قال ليش عملتم هيك؟ قال والله نحن شيخنا فلان شيخ ابن الفلان شيخ بفلان منطقة هو اللي علمنا على هالشي هذا. انتم ما يطلب يدكم تذبحون، نحن يطلب يدنا نذبح. بقى بعد ما انا جيت هون في عندي صديق ضابط قال لي لوين رايح يا ابو نور؟ هذول اراضي اراضيكم، ليش عم تخلون؟ قلت له والله من الاسلام. قال ليش من الاسلام؟ ليش انت تحب الاسلام؟ قلت انا احبهم بس هن مو خش. قلت له هالقصه، قلت له هيك صارت معنا. قال لي والله ما لهم حق. قلت طيب اذا ما لهم حق لا يجوز لا يكمشوا هالمجرمين، لازم يكمشوا هذاك الشيخ العالم اللي علمهم على هالشيء هذا. ليش أما يقدروا لمحمد تبعكم. أوكي أخ بنيامين، أريد أسألك سؤال وياي أنت أخ بنيامين. وياي أنت كيف؟ معايا أنت؟ معايا على الخط تسمعني؟ أنا معك. أوكي احنا اليوم موضوعنا أخ بنيامين، إذا أنت متابع الحلقة من البداية، أنه هل الإسلام ممكن يعني يتأقلم أو يقدر يتعايش بنصوصه وبتطبيقاته وبأفكاره وبتاريخه؟ هل ممكن أن يتأقلم مع حركة العالم، حركة الحياة في هذا العالم؟
هو هذا اليوم موضوعنا وموضوع ناس يحاولون يلمعون هذه الصورة. فشنو سؤالك؟ عندنا الأستاذ نضال موجود على التليفون، عندك سؤال للأخ الأستاذ نضال؟ تفضل أخ بنيامين، اسأل سؤالك في هذا الموضوع، تفضل. أنا اسمعنا من التليفون عزيزي، اسمعنا من التليفون. ألو يا حبيبي، أنا ما أقول لك، أنا ما أقول لك يعني صعبة، صعبة المسيحية إذا طالما شيوخهم، شيوخهم هذول اللي مسؤولين تبعهم، نعم، يوقفون بشكل. أحكي لك قصة من شيخ تبعهم. ما إحنا مو إحنا مال قصص أخويا بنيامين عزيزي، الوقت إحنا يدركنا، وقتنا ثمين. أنا أشكرك على اتصالك، شكرا جزيلا، ربي يباركك وخليك معنا على طول. احنا نريد الموضوع ان يتحرك الموضوع ويصير حوار، واي واحد يتصل احنا الخطوط مفتوحة، اي واحد يتصل ونستفاد من وجود الأستاذ نضال نعيسى معنا في هذا المجال. أستاذ نضال، العفو الأخ كريم، أريدك توجه يعني بعض الآراء بالنسبة للبرمجة، تحدث عليها نضال، ممكن تطينا يعني موضوع البرمجة وهاي في قمة الخطورة، تحدث بها الأستاذ نضال عن البرمجة من الصغر، يعني يعني أنت شنو وجهة نظرك عن هذه البرمجة الإسلامية للأطفال؟ تفضل. نعم أخ كريم، أنا كنت مسلم وتربيت في عائلة إسلامية، وهاي البرمجة حدثت معي ومع أخواني ومع أصدقائي كلهم، يعني في عائلة إسلامية وفي جو إسلامي تبرمجنا. الأستاذ نضال نعيسى قال لا يمكن تجديد الفكر، لا يمكن تجديد الفكر يا أستاذ نضال نعيسى، لأن الآن النت مفتوح، العقول يعني تبحث أكثر في مجال النت، في مجال الفضائيات، في مجال التساؤلات تسأل، فالناس تستطيع، اللي يعطي نفسه فرصة يستطيع. ما مثل الأستاذ نضال نعيسى هو كان مسلم سابق، وأنا كمان مسلم، أخ كريم مسلم، فنحن الآن اتينا من إسلام إلى مكان ثاني، أي مهما كان المكان، يعني الشيء اللي تبرمجنا عليه تركناه، فيستطيع المسلم، لا نغلق الباب على المسلم، يستطيع أن يترك هذا الشيء اللي ورثه واللي تبرمج عليه بقراءة بسيطة من أي مكان، يعني للكتاب المقدس، لأي دين هو يختاره، من خلال النت، من خلال البرامج الفضائية، الغنوات الفضائية. والأخ نضال نعيسى قال الإسلام يعني ينتزع نفسه الآخر من خلال النت ومن خلال الناس اللي تتكلم على الإسلام، فالناس اللي تتكلم على الإسلام كثيرة جدا، والكتب موجودة في أي مكان، ولهم يعني عيب على الشخص يعني يقول أنا ولدت مسلم وورثت الإسلام من أمي وأبوي وخلاص. لا، إذا كان هناك إله فيوجد هناك حساب وكتاب، والحساب والكتاب ما يعني يعني غير المعقول أن الله يقول لك أنت ورثت دينك من أمك وأبوك. الله أعطاك عقل وأعطاك تفكر بالعقل، وكيف استخدمت هذا العقل؟ اليوم يعني النت موجودة، دخلت إلى كل بيت في كل الدول يعني الإسلامية، أو معظمها ممنوع التبشير أو ممنوع الأديان أخرى حسب الحديث، لا يدعى بها إلا مسلما، لأن الجزيرة العربية لازم تكون كلها مسلمين، ولكن هذا الحديث سقط، النت سقطت هذا الحديث، والنت دخلت إلى البيوت، والناس تشاهد الغنوات، تشاهد الفيسبوك، تويتر، وأشياء كثيرة، وكثير من المسلمين يعني متفتحين جدا اللي تركوا الإسلام أو ما زالوا في البحث في الإسلام، يعني حتى إذا كان مسلم يقول لك أنا كل الإسلام وكل اللي فعل محمد أنا ما بيخصني، أنا يخصني أو بيهمني أكثر أني أنا إنسان كيف أعيش مع الغير مسلم أو المختلف معي. فاليوم نحن ندعو كل الأحباء المسلمين واللي ماخذين هذا الفكر، يعني لا يمكن تجديد الإسلام، لأن الإسلام نشأة الإسلام هي من الأول دين وسياسة لا ينفصل عن بعض، محمد كان قائد سياسي وكان قائد ديني في نفس الوقت، واستخدمها دينا وسياسة. لما استخدمها محمد قتل وصلب وغايات قرآنية كثيرة، محمد اغتصب النساء وتزوج بها بنت 6 سنين، وبعدين أعطى المسلمين صورة قال ما أتاكم بالرسول خذوه وما نهاكم عنه انتهوا. فهذا اللي جاء به محمد، كيف يعني المسلم يستطيع يتصور ويقبل هذه الفكرة، أم يترك الإسلام أم يفكر في شيء ثاني؟ أخ كريم، نعم. عزيزي أنا أشكرك، لأن بقى عندنا 5 دقائق، أريد أستغل هاي الدقائق الأخيرة، سؤال أخير للأستاذ نضال. ونضال مكتوي
بنار الفكر الإسلامي والشريعة، وهو من سوريا وإحنا من العراق وإحنا كتوينا كنا من هذا الفكر. أنا أريد يعني أعطي السؤال للأستاذ نضال، هاي الناس هسه اللي هم مسيطر عليهم الأماكن في سوريا، المسيطر عليها الإسلام أو الشريعة الإسلامية أو داعش، إيش تتوقع يعني هؤلاء بعد ما يتحررون أو الجيش يعني يحرر هاي المناطق، هل هؤلاء الناس يعني تتوقع من عندهم خروج جماعي من الإسلام بعد ما شافوا الإسلام وتطبيقاته وشرائعه على الأرض؟ تفضل دكتور. يسلم وشكرا. بس في تعقيب على الأخ كريم، مع كل الاحترام له والتقدير له، يعني بالنسبة لموضوع لا يمكن اللي قلته أنا بالنسبة للإسلام، هو موضوع أن هناك نص مقدس قرآن يحكم تعاليم إسلامية صارمة تحكم سلوك المسلم وتحكم تصرفاته وتحكم فكره، لا يستطيع المسلم أن يخرج منها. هذا قصدي، لا يمكن للمسلم أن يكون مسلم إلا إذا اتبع القرآن. صح. هذا صح. شيء مهم، والقرآن صح. واضح، يعني القرآن كتالوج إرهاب، ما في كتالوج قتل وإرهاب وجذب. هذا المهم بالنسبة يعني الناس اللي مثل ما قلت لك أنا في البداية أستاذ الكريم، يا أستاذ كريم، لا يمكن لأي إنسان أن يمارس ما يمارسه المسلم إلا في ظل الدولة الإسلامية والشريعة الإسلامية، يعني القتل. دكتور سؤالي لا يضيع عليك، يعني سؤالي فهمت عليك. فلذلك هناك الناس الذين جربوا نعم. هذا الشعار الفارغ وهذه الصورة التي يرسمها هؤلاء المجددون، والتي يرسمها علماء ما يسمون بعلماء الدين، الصورة الزاهية والرومانسية عن الإسلام، فهذه هي الصورة. هذا هو داعش، هو الإسلام الحقيقي. داعش هو الشيخ نعم. الأزهر رفض، وحتى الآن رفض يكفر الإسلام داعش، لأن داعش تطبق الإسلام 100%، وهي الدولة الإسلامية الوحيدة. وكل هذه الحكومات فعلا، أنت شوف كبار المفكرين الإسلاميين كفروا هذه الحكومات وهذه الأنظمة، لأن هذه الحكومات والأنظمة تتساهل في تطبيق القرآن وتتساهل في تطبيق الإسلام، لأنها لو طبقت الإسلام ستصبح دولة مارقة ودولة خارجة عن القانون. لو طبقنا القرآن اليوم في أي مكان من العالم ستتحول هذه الدولة إلى دولة فاشية. أستاذ نضال، خليني أخذ آخر اتصال حتى أنهي وياك ويا الأخ كريم البرنامج، لأن ما عندنا بعد 3 دقائق. نأخذ آخر اتصال وأعود عليك بالذات، يعني الفكرة نفس الفكرة، أنا أريد أوصل نقطة معينة. نأخذ اتصال، آخر اتصال معانا. تفضل منو معانا. أوكي نعود للأستاذ نضال وبعدين الأخ كريم ونختم البرنامج. أستاذ نضال، أنا أريد أشوف أنه هؤلاء الذي اختبروا الإسلام في الأوقات في هذه السنين، اختبروا تطبيق الشريعة الإسلامية بقطع الأرجل وقطعها، هل بعد التحرير سوريا الآن سوريا بدأت تتنفس بعد الضغط على قطر، وبدأ بشار الأسد يتجول بحرية في سوريا اليوم بعد التحرير، بعد ما تقضى على هذه هؤلاء الدواعش، أنا إيش تتوقع دكتور؟ هل تتوقع دكتور أنه خروج جماعي من الإسلام من هؤلاء الناس، وإلا يتشبثون بالإسلام بعدما اكتووا بناره؟ تفضل دكتور. لا شك هناك بعد أي عملية أي حرب هناك تحول ثقافي، كما هناك تحول عسكري وتحول ميداني وتحول اقتصادي، هناك تحول ثقافي وتغيير في المفاهيم. الناس خلال العقود الماضية كانت تتعرض لضخ
فكري وضخ ثقافي و... و... وتقديم لهذا الفكر، وعبارة عن دعاية وترويج للفكر الوهابي والدولة الإسلامية. حتى يعني هو كان في صلب عملية الربيع العربي، يعني كانت تعد العملية من 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 زمن سابق لكي يجعلوا الناس تتقبل هذه الفكرة وتحارب من أجلها وتنتظم في 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 كتائب إسلامية وتنتظم في في جيوش إسلامية لكي تحقق هذا. وعندما حققتها رأى الناس، رأينا الناس في الرقم حين تحرروا من داعش، رأينا الناس حين كيف كانت النساء تخلعن اللباس الأسود ويخلعن النقاب ويدخن السجائر ويركبن السيارات ويخلعن الحجاب حتى، ويرفضنا كل هذا الكلام وكل هذا العته وكل هذا الجنون الذي قام كان يقوم به هؤلاء، لأنهم اكتووا بهذه التجربة وعرفوا ما معنى هذه الدعاية الفارغة للإسلام والدولة الإسلامية وهذا الكلام الفارغ الأجوف كله عن 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 شيء متخيل، وهو عبارة عن عن إجرام وقتل وسبي وديكتاتورية واستبداد. صارت الناس تحن إلى الدولة السورية، صارت الناس تحن إلى الجيش السوري، صارت الناس تحن إلى إلى الأيام التي كانت تعيشها في ظل الدكتاتورية السورية أو بيسمونها الدكتاتورية السورية، لأنها أرحم بألف مليون مرة من يعني لا يوجد لا يوجد قضاء، لا يوجد في الدولة الإسلامية أي إنسان يأتي ينفق، لا يوجد دفاع، لا يوجد مقاضاة، لا يوجد محامي، لا يوجد أي نمط أو أي شكل من أشكال التقاضي أو أي شكل من أشكال ممارسة العدالة التي نراها. الأستاذ الكاتب الإعلامي النضال نعيسى آني جدا ممتن لك في هذا اليوم حقيقة، وأنت أعرضت أشياء كنا في حاجة أن نسمعها من رجل متنور، رجل ذو وعي ذو ثقافة. أني أشكرك و يعني أقدم لك جزيل الشكر والإحترام ومن خلال قناة الأرامية، وإحنا نصلي من أجل سوريا كمؤمنين، نصلي من أجل سوريا أن ترفع هذه الغمة عن هذا البلد وهذا الشعب الحر. فبعد ما شفنا وعرفنا أنه كثير من من السوريين تحرروا من داعش بدأوا يطلقون التهليل والتبريك. أنا أشكرك أستاذ نضال، وعلى أمل في تكون معنا في برامج مقبلة بمشيئة الرب. أنا أشكرك جزيل الشكر والرب يباركك، وبنفس الوقت أنا أشكر أخي العزيز أخي كريم. إحنا اليوم ما كملنا، فعلا اليوم متعزين وفرحانين بالأستاذ نضال الكاتب والإعلامي. أخويا كريم أنا أشكرك، الرب يباركك. حلو يعني اليوم تمتعنا بطرح أفكار الأستاذ نضال، وحضرتك قدمت شيء جميل، ونشكر الرب من أجلك ونصلي من أجلك أن الرب يلمسك ويرفعك وأكثر رفعة وشأنا وتكون كارزا مبشرا بالإنجيل. شكرا جزيلا أخويا كريم. إلى هنا ينتهي برنامجنا الأسبوعي تساؤلات، على أمل لقاء بكم الأسبوع المقبل وبرنامج آخر، والرب يبارككم. شكرا جزيلا، أخوكم خادم الرب أخوكم كريم.